السلام عليكم، اش اخباركم؟ اش كتعودوا؟ كدايرين مع شي برد؟ اش كتعودوا؟ كلشي مزيان؟ نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. اليوم غنتقاسم معكم نهاري كيفاش غادي ندوزو. اليوم نهار الاول ديال الحضانه، غتمشي للحضانه. هنا راها 8 الا ربع ديال الصباح، كنمشي طلع شعيرها وفي نفس الوقت هي كتفطر. غادي تدوزو معايا النهار هذا، غادي نديها الحضانه، غادي نرجع للدار. المهم غنشارك معكم هذا النهار هذا. غادي ندير وصفه ديال التورتيليني مع الطون. ممكن لكم ديروها مع الكفته ولا اللي بغيتو، انا درتها مع الطون. المهم كيف ما غنقضي هذا النهار، تشهيت باكلافا وصيبتها بداك الشيء اللي عندي في الدار، يعني ما تسنيتش تيكون عندي البيستاج ولا شي حاجه. المهم هنايا رانا كنجمع ليها في شعيرها، ما كنمشطوش ليها بزاف شعرها، حيت ملي كنبقى نمشطو ليها كيبقى غير يطيح. كنمشطو ليها نهار ايه ونهار لا. يلا كنتمنى لكم فرجه ممتعه، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك وديروا لي بارطاج مع صحابكم عبر الواتساب ولا الفيسبوك الا عجبكم بطبيعه الحال، واتمنى لكم فرجه ممتعه. البنات اللي كيسولوني اش كندير للنور، كندير لها هاد زويتل زويتسل هار لوسيون هو اللي كندير لها في شعرها باش كمشطله وكيخلي ريحه زوينه. هنايا الشكيكيره ديالها اللي كنت خديت ليها، راكم عارفين قالوا لي غتجيبي ليها جوج ملابس داخليه وحويجات ريزيرف، هكا لصقت حويجاتها. انا هكا دابا كنجمع ليها حويجاتها، وطلبوا منا حتى التصاورات ديالي وديالها وديال باباها نكونوا مجموعين بثلاثه، وتصاوره واحده ديالها هي. انا كنجمع دابا حويجات. خير عليكم، يلا غنتلقى لكم انا نقول صباح الخير. مهم دابا راها 8 وقسم، غادي نطلع انا نلبس صباطي وغادي نمشي نور، راها لابسه وكلشي ما بغات تفيق ليا بزاف. تجي نبات لا زيدي نضي. هنايا البنات راه ماشي ضروري نديها في هذا السن هذا، اللي امتى خاصني ضروري ضروري نديها وهي 4 سنين. غير دابا علاش كنديها؟ باش تتولف على المدرسه، باش كتولف تفيق بكري، باش تتولف راه عارفه خاصها تعرف بانها غادا تقرا، باش كتولف على الوليدات. انا شنو غادي ندير؟ لابسه سروال ديال التشين، بيجامه من الفوق، والجاكيطه ما شافني حد. هذه اللي غادي نلبس نوطي نلبس الجاكيطه ونمشيو سوي كهره. صايبت ولا كيف شفتوا معايا درت فيها الحويجات ديالها، الوراق ديالها رانا صايبتهم. غادي ندي ليها قرعه تاع الماء، ربما زوج تشرب معاهم تما هذاك الماء ديالهم، حيت تما كيديروا واحد بحال غانيه بحال السيرو ديال الدراري الصغار مع الماء. ما بغاتوش في المدرسه الاولى، ربما تبغيش هذا فيهم عطيه، ولا الا ما بغاتش غيكون عندها الريزيرف في غيكون عندها الريزيرف في الشكاره ديالها. صافي يلا نتلقى معكم بعد. صافي نور ها هي لبستها. صافي ما بنات حنا خارجين دابا، هاتي تصوروا بنتي ما كتبغيش ليا القلع ديال القلع ديال سميتو ديال الكروسه ما تتبغيهش، وشوفوا الشتا وهي والله ما بغاتو. دابا راها 8:15، هي تدخل مع 8:30، وحنا غاديين البرد شويه البرد، ولكن الشتا كتنقط. وهنا درت لها غير مانطه، درت لها غير مانطه هكا باش ما تهزكش حالتها، وحنا غاديين. الله واحد الجبيده هي بعد من هذه المدرسه اللي كانت هي في الاول، هذه غير طواله وحده حتى لعندها، وهذه لا طواله في دوره في ايوا. نشوفوا هذا النهار هذا كيفاش غادا دير. انا النمره ديالهم عندي، قالوا لي واخا تعيطي لينا حتى 5 المرات حتى 6 المرات في النهار ما كاينش مشكل، الدنيا هانيه، من حقك تبقاي تسولي على بنتك. وان شاء الله قالت لي يكون خير. النمره ماشي واتساب ولا شي حاجه، المهم نمره التليفون ديال داك الحضانه اللي فيها بنتي. وصافي حنا غاديين دابا نشدو الطريق، ايوا توكلنا على الله.
هنايا بنات كيكونوا معلقين الاسماء، وهاد الاسماء كتعلقيها في بلاصه العلاقه، والعلاقه كتعلقي فيها الشكيكيره ديال بنتك والكبوط ديالها. هنايا كنقلب على سميت بنتي باش غادي نعلقها، انا غنوريكم بعد فين كنعلقوها. هنايا البنات انا علقت شكاره بنتي وصافي، وكنقلب سميه وكنحطها باش هكا كيعرفوا الشكاره ديال كل واحد فيهم. شو هذيك اللي حداها سميتها سانا. سانا سانا سميره هولنديه وعربيه. المهم هنايا رانا لصقت باش يعرفوا الشكاره والكبابات ديال النار. هاد الوقيته خرجت على برا وحضيتها من الشرجمه، دايره بلاصه الشرجمه البنات، ما درت الفلتر على اساس الوليدات كانوا كيبانوا، وهذا درت الفلتر باش الوليدات ما يبانوش. كتبان لي نور راه هي مولات الشعر، راه هي غدوز بوحديتها. هذيك هي نور مشات كتقلب عليا في البيرو اللي انا قيدت فيه انا وباباها نهار الاول، كتحبنا كاينين تما، وصراحه صراحه بقات فيا مسكينه كتحبني كاينه تما. المهم البنات انا حطيتها، المهم انا ما عطيتكمش طاقه سلبيه، ندمت كي قدامكم ونقول لكم خليت بنتي هاكو بقات فيا، لانني غنلقى دار خاويه يعني شي حاجه اخرى. ولكن مزيانه لا هي البنات ما نكونوش شويه انانيين، حنا ما كنتعطلوا ما كنديوش وليداتنا مدرسه، لاننا حنا الامهات انانيين. علاش انانيين؟ كنخافوا نضروا حنايا لداخل، ما خصناش حنا كنخافوا نتالموا، غنبكيو نخلي وليداتنا في بلاصه وحنايا في بلاصه غيضرنا لداخل. هذه كتسمى انانيه البنات، ما كتسماش الامومه، لان الامومه كتشوفي اشنو مزيان لولدك، اشنو خاصو. الوليدات خير ليهم انسجموا، هذه هي الدويره، خير ليهم انسجموا حسن ما يبقاو في الدار، لانهم هكا غادي يولفوا على المدرسه، نهار تولي عندهم 4 سنين غادي يكونوا مولفين على المدرسه. هذا تنقول جميع الامهات اللي عندها شي وليد بقى ما داتوش عنده عامين، يرديه والتعوض. ملي كتكوني انت انانيه كضري وليدك، تخليه شي يتعلم بزاف الحوايج، وهكا راه نور غتكون فرحانه مع الوليدات. واخا غادا تفكرني مره انا بقيت كنواقفه قدام الباب، مبغيتش انفو نعطيها ونوريكم في الكاميرا بانني كنبكي، لا عطيتها بقيت واقفه قدام الباب كنقابلها من الشرجم. شنو كدير؟ حيت نهار جبناها دخلنا لواحد بحال القسم او لا اداره، دخلنا تما كنهضروا مع اللي مكلفه بتما، وهي كانت كتلعب مع الوليدات وتجي عندنا تما. حطيتها دابا من الشرجم كتلعب وبغات تمشي تدخل داك البيرو، كتصحابني عاوتاني كاينه تما، وهذيك اللي مقابله تما كتلاهيها. المهم انا غادي نشوف من هنا للعشرة غادي نعاود نعيط ليهم نشوف الاحوال كيفاش دايره. قلت لهم الا بكات بزاف عطيوها غير الشريب ديالها وغادا تسكت. يا حياة أخرى في 2019، أشياء أخرى غادا تبدل بزاف، وحنا هادشي اللي كاين البنات. وأنا غادا دابا للدار وخاصني مع 12 قسمين نكون هنا قدام الباب، نقلب حوايجي واخا مكنعرفش نشقى فيهم. المهم راه حيت الوقت الثقيل هي كيطير، هي تخرج مع 12 قد قد الشتا كتنقط واحد شويه. يلا نطلقنا في الدار. صافي وصلت البنات، اول حاجه وهي كنجمع الدار بعدا، وعاد غادي نوجد الماكله للنور، ومن بعد غادي نمشي باش نجيبها. قلبي صافي نيا وانت يا يدك الله عليا، اشداني نولفو اشداني نقربو اشداني نعشرو، هداك الغدار ينظر فيا بحيلته نظرات الولهان، اشداني نولفو اشداني نقربو
دابا راه 11:30 حيت قالوا مع 12 القسمين خاصني ندير خاصني نكون عند الباب باش تبقى شويه تشوفني من الشرجم بانني انا جيت. دابا 11:30 يلا نشد الطريق ونتلاقاو بعد قليل. شوفوا البنات هاي بدات كتخضر شويه هولندا ها وكاين شجر باقي قرع. هادي هي طريق المدرسه عند نور هنايا هنايا كاين الواد لتحت. هولندا راه كلها ويدان كلها مهان وكلها ايوا الغدا ما كتحسيش بالطريق مع هاد المناظر الزوينه تحسيش بالطريق نهائيا اي انا راجعه دابا هي خديتها وصلتنا دابا ها هي قالت لك ما بكيت ما والو قالت لك في البديه فاش يلاه مشيتي بدات كتبكي واحد شويه وصافي قالت لك بقينا كنسكتو دغيا نسات وبقات كتلعب صافي من تما قالت لك بقات كتلعب ما بكاتش كاع. وصلت لقيتهم خارجينهم على برا خارجينهم على برا كيلعبوا وشافتني وهي تفرح وهي تجي تجري قالت لها يلا نمشيو يلا غيكون فيها الجوع غداها طيبتو ليها نمشيو نعطيها تغدى ان شاء الله. البنات حنا انا دابا طلعت نور غديتها وطلعت تنعس غادي نسلق دابا هادي غادي نديرها مع الطون وندخلها الفران. كنت باغا نديرها مع الكفته الكفته مسالات لي مبقاتش فقلت ندير هادو و المهم انا دابا كنطيب في الماء باش غادي نسلقهم ما كنبغيش ندخلهم في الفران كيجي شي طايب شي لا كنحاول نسلقهم واحد نص سلقه وعاد نستفهم وغادي ندير معاهم الطون ولاصوص ديال مطيشه. المهم البنات هي حطيتها كتسلق. بالنسبه لهذه البنات راها بيو حيت كاينين ردوا البال البنات اللي هنايا في اوروبا حيت كاينين اللي كيكون فيهم هنايا اللحم وكاينين ديال السبانخ وهذه خديتها بيو فيها ارخيزو وفيها خضره فيها الخضره فيها خيزو فيها هاد البورو 15 دقيقه صافي وكتطفي عليها. انا غادي نخليها تتسلق غادي نصفيها غادي نستفها في الطاوه ديال الفرن غنشارك معكم كلشي وغادي ندير معها لاصوص ديال مطيشه والطون بحكم ما عنديش كفته. هنايا البنات شعلت على لاصوص ديال مطيشه غادي درت فيها التوابل وكلشي دابا غادي نطيبها ناقص عليها بجوج ناقص عليهم النار صراحه لانني باقا ما محتاجاش ليهم ومن بعد نرجع معكم. انتما كتشوفوا معايا البنات درت لتحت هذوك العجائن درت عليني ودرت فوقها لاصوص مطيشه والطون من الفوق ودابا غادي ندير الفرماج من فوق. انا استعملت ديال الكراتان كندير في المجمد داكشي علاش كيبقى مزيان وخا كيكون جامد كيبقى كيدو دغيا. البنات ها هي مازالت غادي نزيدها مازال من هنا فرماج ما بغيت نعمرها فرماج ولكن راه حيت هانتوما جامده خليها تطلق ونديرها على من الفوق وندخلها الفران تذوب. دابا درت ليا قهوه غادي نمشي نخدم على الفيديو اللي غادي ينزل لكم غنكون نزلته لكم قبل من هذا مع ديك جوج ونص خاصني مازال نكملو في شي حاجه عاد نحطو. البنات كيف كتشوف معايا يلاه جمعت الكوزينه وكلشي عصرت واحد العصير ديال البنان مع الفريز ومع الليمون ودانون هما اللي درت دابا العصير. هشام ان شاء الله غادي يدخل مع سته حتى ديك الخمسه وسته ان شاء الله الفران وندخل فيه سميتو هذيك التورتيليني يدوب عليها الفرماج. غادي ندوز دابا نمسح الثلاجه البنات لانني نهار السبت ما مسحتهاش غادي نمسحها دابا ان شاء الله. البنات عما قال لي راسي جبت باكلافا المهم قطعتها على حساب اللاطه ودابا غادي نشدها وغادي نقسمها على النص
باش النص غنديرو الفوق النص غنديرو لتحت. غادي نجيب مقص هكا وغادي نقسمها على جوج باش النص غادي نفرشو النص غادي نحطو فوقها. رفيت ديرها في القناة. المهم غنعاود نشارك معاكم حيت دابا غنديرها من نوع آخر. داكشي اللي عندي في الدار غنطحنو غنديرو فيها، فهمتي؟ أنا ديما كنديرها داكشي اللي عندي في الدار ديما. المهم هذا النص الأول، هذا النص الأول. شنو هادشي كتقول؟ المهم البنات هانتوما تشهيت والله إلا تشهيت. اصلا بغيت شي حاجه حلوه دي غاميسو كملتها وقلت اجي اجي غادي ندير ليا باكلافا. المهم انا دابا درت هادي هكا غادي نجيب الطحانه. غادي نطحنها. عندي هنايا واحد شويه ديال القرقيع، عندي هنايا واحد الفواكه توما غادي نيه لوالديهم، عندي اللوز وعندي هذا هنايا الاكاجو والزبيب وداكشي. غنطحن كلشي وغادي نعمرو بها وداكشي اللي غيبقى غندردرو عليها من الفوق. المهم نتوما معايا غادي نطحن بعدا هادشي. غنحيد هادي من هنايا متغوش ليا المساحه. ناخد طحانه ونطحنها. ماشي ضروري البيستاج، البيستاج اختي راه ولا غالي والله اختي، ما ولا غالي ولا يخلعني. انا تقولي غناكلو غنطلع القمر نيشان. المهم انا داكشي اللي عندي شويه شويه من الحاجه، اي حاجه عندي شويه شويه منها غادي نديرها. مهم صايبو باكلافا ياك البنات. مهم شنو كان عندي هادشي قدي قدي هكا. المهم شي هادشي اللي دار غيتمسخ. قال هاد البنان نحيدو، هاد البنان غادي يجي شويه في شكل غادي نزولو. كيعجبنيش هاد البنان هاكا، كناخدها على قبل الزبيب وعلى قبل هادشي لاخر. غنصيبها ولكن مغندخلها الفران تا لورا العشا حيت مغادي نكملها حتى غادي يدخل هشام، وهشام خصني غير يدخل نحط العشا. دابا البنات غادي ندوز نحضر السيرو اللي باش غنسقيها. نحضرو الاول باش هي ملي تكون سخونه انا نكبو عليها، خصو هو يكون بارد وخاص الباكلافا تكون سخونه اولا البحلاوه تكون سخونه. ولا كنتو بغيتو البحلاوه تكون السيرو يكون سخون خاص البحلاوه تكون بارده. دابا انا يلاه درت تما كاس، غادي ندير جوج كيسان عامرين ديال السكر. كنعمر في الكاس الاخر هكا، ها هو الكاس الاخر مع جوج كيسان ديال السكر. غادي ندير كاس ديال الماء وغادي نقطر شويه ديال الحامض عليها واحد شويه. انا كتعجبني فيها البنه ديال السيترون. دابا غنشعل عليها النار مجهده غير بدا يبقبق. غادي نقص النار حتى البنات غادي نحركو شويه صافي هادا يبقبق ليا. غادي نقص النار ونخلي عليها هافيه هافيه مهيله. يا البنات غادي ندير الزبده ندوبه حساب رابعه بحال ما هكاك. المهم البنات انتما كيف كتشوفوا معايا هاد النص غادي ندير فيه شويه وغنفرشو. درت بزاف نحاولو نفرشو على الورقة كامل. تبلاصة خاصها تكون خاوية. شوف كأي مورسو قطعناه غندير فيها
صافي البنات بعد ما صافي فتح حاولت نعمر كاع الجوانب، غادي ناخذ النص الاخر وغادي نحطو عليه من الفوق هكا عدو. صافي غادي ناخذ هاد الموسوه اللي عندي ماضي وغادي نقطعها بحال هكا، قطعوا مزيان البنات. بعد ما قطعت البنات غادي ناخذ الزبده من بعد ما ذابت، غادي نبدا نديرها في الفراغات يمكن داك الخط. البنات كملت سقيتها كامله بالزبده، شي ما كتاخذش الوقت بزاف، ها نتوما دغيا ساليتها وصافي. دابا انا كملتها، السيرو راه وجد، طفيت عليه، راه هو فين هو، طفيت عليه. اش غادي ندير دابا؟ راه شعلت الفران، دخلت فيه داك العشاء باش يذوب فرماج، وملي غادي يخرج هو ندخل هادي صافي. مي غندخلها غنتسناها حتى تتحمر مزيان على عافيه مهيله بعدا، حيت الفران غادي يكون سخون، غادي نقص العافيه حتى دا ديال الغاز. سيدي حبيبي غادي يجي هاد السيمانه ان شاء الله ديال الضو وصافي. هادشي اللي كاين، ملي غادي تحمر غتخرج عاد غادي نسقيها، نسقيها بالسيرو وندردر على داكشي اللي بقى في هنا، ما غاديش نضيعو حتى هو غادي نستخدمه. بنات عشايه ها هو وجد، تنحطو في طبق تقديم ونوريكم الحطه كيفاش دايره. دخلت البحلاوه الفران، نتسنى تحمر، ناقص على العافيه، مهيله جدا. تندوزو دابا نتعشاو، حطيتها في الطبق التقديم، غادي ندوزو نتعشاو بالصحه والراحه وحقكم في الجنه. البنات هي خرجتها من الفران، هي تحمرات، ما ديوش على داك الجناب، اركو كوكو داكشي يشد. المهم انا باقا كنتعشاو وقلت خصني ضروري نسقيها وهي هكا سخونه، الله كبار بدات تفرفر. المهم ما ديوش عليها، واخا تشوفوها هكا خاصها، راه هي كتشرب تقرقر. ها انتما البنات، ها دي تشهش حاجه نوض يدير هاد الغربه، كتخرج تشريها، تشريها غير. المهم هادي كلها غادا تشرب، غتشرب. دابا غادي ندردر عليها هادشي من الفوق، شتا داك العسل اللي كيبان لكم كله ما غاديش يبقى كم. خانا لا نط على الطبله ديال الماكله، كيبقاش فيا الجوع. شكون بحالي البنات اللي ناضت على الطبله ما كتبقاش تقدر تعاود تاكل؟ ويلو شي واحد يسخرني وانا كناكل. ارجع غادي نبركى شويه غادي نوض، اصلا انا ما كلتي لا روب القسمين. ها انتم البنات يعني، ها الرشه الدراري، ايوا هادي هي البكلافا ديالنا. الناس غندوق لكم بحلاوه، شوفوها كيفاش كتجي. ها واعره نايضه، زوينه زوينه والله. كتعجبني حلوه ورطبه ومقرمشه. دابا البنات كنهزها باش كنديرها هنايا في هاد اللعيبه هادي، كندير وحده فوق وحده ماشي مشكل، ما غادي يطرى عليهم حتى حاجه. وكنبقى على بيته كنديرها بعدا، ما كنخليش على بعضها، انا كنديرها في الثلاجه، ما عرفت كنخاف طرا لها شي حاجه. ما انا كنديرها في الثلاجه وقت اللي بغيتها كنهزها وناكلها، واخا تكال بارده ماشي مشكل، ما خصهاش تكال سخونه دير الوجع، ندير لكم الوجع. كاين شي بلايص ما كنكونش قطعت مثلا في القص، حقكم في الجنه البنات اللي كتوحم. نوض دابا عند التركي تمشي تجيب لها الورقه وتصيب، راه ساهله ماهله. ايوا اللي ما حداهاش تركي حقها في الجنه، واللي قريبه ليا تجي مرحبا بها مذوقه.
اهلا مرحبا بكم. لي ساكنه حدايا ما تحشمش، تجي تاخذ شويه. الله جات زوينه وصافي. نتو شنو نغسل الميعنات تلفق سل انت كثير ولا كيتلفق خويا؟ لا ما طيبش. يلا تطلق شويه. دابا شنو غادي ندير البنات؟ كنتسنى غير هشام يهبط يبقى معاه نور ونطلع انا الفوق. خملت البيت جبدته وباقي ما لمطوش، جبدته قبيله وخلاته تبرد، جبدته قبيله وما لمطوش. دابا هادشي هاد كوكاو وهادشي غنديرو في واحد التيبور، غنديرو في الثلاجه باش ما يغمال حتى شي حاجه، غنديرو في الثلاجه وما كنحتاجو. لا عاوت بغيت نديرها كنلقاه كنزيد عليه وصافي. هادشي اللي كاين. يلا خلي هادي هنايا غيهبط هو طلع، بعدا ندير البيت عاد غادي نهبط نغسل هاد المعينات. مبغيتش نحل الماء حيت هو كاين في الدوش، غادي يمشي ليه الماء كلشي. كملت قادي البيت الناس، ما كاينلاش ندير فيه داك الخديات وواحد الهايوره، ما كاينلاش حيت صافي راه شي شويه غادي نعسو، ما كاينلاش نعاود نديرها. دابا صافي غادي نمشي نشوف الا عندي شي تسبن خصني ندور، غادي نطلع نشوف واش خصني نتسبن ونشوف ثاني شنو غادي ندير معاكم. فاش نشطب هنايا الشهر الجاي ان شاء الله غادي ناخذ نوشي زريبيه نفرشها لها في هذا القنت هذا علاش تبركوا الاب وصافي. بالنسبه باش على قبل البروده ولا شي حاجه فاش تكون ناعسه، هذا الفلور هذا هو اللي غنيت كيف قلت لكم ديك المره، هو اغلب مفورمي في الدار، هو هذا اللي دايره النور في البيت واللي دايره ليها في المريح. هادو خدينا شويه القلع عريض ورا تحت منه اصلا ديما كيفرشوا الموكير، كنقولوا حنا موكير، واحد طابيت رقيقة موكير وعاد كيحطو فوقو هاد القلع. الدار كلها هكاك بها موكير وقلع، ولكن هاد القلع هو الغليل عندنا في الدار. على قبل على ود النور درناه النور، ملي شاط خرجناه تما الكولوار. دابا غندوز هنايا اسبيراتور وصافي. غادي نرد واحد الحويجات يلاه هبطتهم طويتهم وهبطتهم. وتكون السلسلة عليا ويكون رسامها جديد، ويكون رسامها جديد. تبقي الخلالة براس كبار ونبالة وميات ريالة. يا البنات هاد الجوج شبكات يلا هبطتهم، شكون شي خاصو يرجع هنا. كتكون نهاية الفيديو، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتقاسمت معكم نهاري كيفاش دوزتو بلا نور، تقاسمت معكم تغطيليني بالطون، نتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم وكذلك البحلاوة. وإلى عجبكم الفيديو ما تنسوش بارتاج وعبر الفيسبوك أو واتساب، وطلعوا في ريوسكم حتى الفيديو الجاي إن شاء الله كنحمق عليكم. ويجي بالقول والفعل تبقى الخلال.